أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة بأول أيام مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بأول أيام هذا المهرجان نتواصل بانطلاقة أشواط التحدي والمنافسة وانطلاقة الشوط الثامن لفئة الحقائق القعدان. الانتاج ينطلق من مسافة 4 كيلومترات، الرحلة المتواصلة مع هذه الأسماء الباحثة عن الناموس والانتصار. نبدأ بعد المراكز ونبدأ مع البداية مباشرة. أول الأسماء يتواجد ذيبان راشد بن ناصر بن جبر النعيمي على الصدارة، يسيطر على زمام الأمور، بينما المركز الثاني أتابع الباسل عبد الرحمن بن راشد بن علي المعاضيد يتواجد باندفاعة الباسل على المركز الثاني. ننتقل مباشرة الى صاحب المركز الثالث المتواجد في عمق المنافسة والتحدي في مجريات هذا الشوط وعلى ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نرى المنافسة مع الشعارات المميزة والحاضرة من اجل الناموس والانتصار. نتابع بعد المرتبة الثالثة يتواجد البريدي باندفاع وانطلاقة محلل حمد بن جار الله بن علي. البريدي على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد شباب راشد بن سيف بن علي الهاجري، يتواجد مشاركا مع المركز الرابع. ننتقل مباشرة الى المركز الخامس، يتواجد شوباش وصالح بن علي بن حمد بوصلعة على المركز الخامس يتواجد ويقدم لنا شوباش على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الكرام، مستمعين الافاضل، للخمس المراكز الاولى التي تنطلق وتسيطر وجاءت بندان الاول الذي اتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. ولكن ارى شعارات واسماء خطيرة تشارك في هذا التحدي، باحثة عن الناموس وباحثة عن نقطة ذهبية مميزة في هذا المهرجان الكبير. نتواصل مع التحدي، نتواصل مع الاسماء الشعارات المميزة. المعاضيد يتسلل الى البداية بالشعار المميز بقيادة الباسل عبد الرحمن بن راشد بن علي المعاضيد، يندفع مع صدارة، يتشبث في المركز الاول، يمهد الطريق نحو الانجاز والانتصار. المركز الثاني بن جبر غادم وحاضر مع ذيبان راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، يتواجد ويضغط على المقدمة لكي ينتزع المركز الاول بتواجد ضبيان الذي ما زال يواصل مسيرة الضغط على المقدمة ويحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث اتابع القادم شباب وراشد بن سيف بن علي الهاجري، يتواجد مشاركا منطلقا مع المركز الثالث. المركز الرابع على الاسماء والشعارات القادمة والحاضرة في هذا التحدي. الله الكيلومتر الاخير، وصل نواف وحمد بن علي بن ملهي المري، غادم مع نواف الانجازات، يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد مبلش لسعيد بن حمد بن طفلة المري، يتسلل بدوره الى المركز الثالث. المركز الرابع نواف لحمد بن علي بن ملهي المري. المركز الخامس يتواجد جسار طالب بن مسلم بن عقيل، ولكن نعود مع البداية وصراع المقدمة بن جبر النعيمي والمعاضيد في منافسة من نجل الناموس والانتصار. ديبان تسلل البداية، تسلل الصدارة، راشد بن ناصر بن
بن جبر النعيمي يسير بخطى ثابتة نحو الناموس والإنجاز، ينطلق مع الصدارة، ولكن مبلش على المركز الثاني، سعيد بن حمد بن طفل المري، المركز الثالث نواف حمد بن علي بن ملهي المري. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، بن جبر ما زال مع ذيبان، مبلش بن طفل على المركز الثاني، ولكن نعود ذيبان على الصدارة على المقدمة، ينطلق ويسيطر على زمام الأمور. الله 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 الله، جسار طالب بن مسلم بن عقيل يصل هنا مع اللحظات الأخيرة، ولكن النعيمي يحسم أمور هذا الشوط مع ذيبان. تهانينا والناموس لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي على فوز ذيبان وتحقيقه للإنجاز. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني جاء جسار لطالب بن مسلم بن عقيل المري. المركز الثالث مبلش لسعيد بن حمد بن طفله المري. المركز الرابع نواف لحمد بن علي بن ملهي المري. المركز الخامس موفق لناصر بن محمد بن ناصر الفزيرة. هكذا مشاهدي الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي، فكان شعار النعيمي حاضرا متوجا مع ذيبان بهذا الناموس والاتصال. 6 دقائق 12 ثانية، 51 جزء من الثانية. تعالوا الناموس لراشد بن ناصر الجبر النعيمي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني جاء جسار، 6 دقائق 12 ثانية، 79 جزء من الثانية. تهاني وناموس لطالب بن مسلم بن عقيل على فوز جسار في المركز الثاني. المركز الثالث جاء مبلش بتوقيت زمني وقدره 6 دقائق 13 ثانية، 27 جزءا من الثانية. تهاني وناموس لسعيد بن حمد بن طفلة المري على فوز مبلش في المركز الثالث.